guys, كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا صبايا. اليوم ان شاء الله معنا ماسك جديد كتير حلو. احنا عملنا قبل هيك ماسك في القناة عن الايدين للايدين، واليوم راح نعمل كمان ماسك ان شاء الله للايدين، راح تحبوه باذن الله. يعني ممكن تتناوبوا على الماسكين، ما فيش مشكلة. بس قبل ما نبدأ الماسك، اذا اول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تضغطوا على الاشتراك اللي باللون الاحمر او سبسكرايب، وتفعلوا جرس التنبيهات. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، وتشاركوا هالفيديو مع اصدقائكم، وتكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالماسك، شو نتيجته، كيف طلع معاكم. اذا حابين اي ماسكات جديده، اي افكار جديده، اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله راح ارد عليكم. هلا ما بدي اطول عليكم، خلينا نرجع للماسك تبعنا ونحكي شو مكوناته. مكونات ماسكنا كتير بسيطة ومن البيت. عنا أول شيء عنا بنحتاج معلقة صغيرة من الحليب، الحليب العادي، ممكن حليب سائل أو حليب بودر. هنحتاج معلقة صغيرة منه. طبعا الحليب مثل ما احنا عارفين مفيد جدا للبشرة، للتبييض، لتخفيف التجاعيد، للتخلص من الهالات السوداء وحروق الشمس. هذا للوش، وكمان نفس الشيء للايدين لانه ايدينا طبعا معرضه، وبخلصنا كمان من الجفاف، وبيعطينا ترطيب لايدينا، وخصوصا نحن بجو هلا الربيع والصيف بيكون في كثير جفاف. وطبعا اذا تعرضنا لحراره الشمس راح نلاحظ انه ايدينا لونها مش مرغوب. فممكن من خلال ان شاء الله ماسكات الحليب نتخلص من موضوع حروق الشمس، ممكن كمان نتخلص من الجفاف اللي في ايدينا، وراح يساعدنا كتير الحليب. وان شاء الله في وصفات كمان تانية راح نحكي فيها عن الحليب، وكمان نحكي باستفاضة اكتر عن فوائد الحليب وخصوصا للبشرة خلال ان شاء الله الفيديوهات الجاية. تابعوني وحتشوف ان شاء الله كل شيء جديد، لانه كتير مفيد الحليب وراح نستفيد منه كتير خلال الايام الجاية. عندنا المكون الثاني عندنا وهو الكركم. طبعا الكركم يعني مش محتاج حد يحكي عنه، هو حكى عن حاله. هو من اهم المواد الطبيعيه اللي بتساعدنا على تبييض او تفتيح لون البشره، وكمان نتخلص من الجلد الميت، نتخلص من اي تصبغات او الوان. وطبعا مفيد جدا للتخلص من التجاعيد ومن اثر الشيخوخه، سواء في البشره، في الوجه او في الايدين. اليوم احنا حنعمل الماسك للايدين، بس في ماسكات ثانيه. في ماسك قبل هيك انا عملته بالقناه عن الكركم، فيكم تشوفوه. واليوم ماسكنا ان شاء الله راح نعمله للايدين لحتى نتخلص من الالوان اللي هي الالوان الحروق الشمس، ومن اي ممكن يصير عندنا في ايدينا، وخصوصا للستات الكبيره في العمر ممكن يصير في بدايه تجاعيد او شيء في الايدين. هذا ممكن يشد الايدين ويخليها مبينه على طول انها شبابيه، ايدين شبابيه وحلوه، وبعدين متفتح لونها، وان شاء الله راح يعجبكم الموضوع. راح ناخذ معلقتين. راح نحط المعلقتين، تمام. وراح نحتاج عليهم كمان مكون جدا ممتاز اللي هو عصير الليمون. عصير الليمون طبعا من اهم وافود الشغلات للبشرة، لانه كتير بيحتوي على فيتامينات وخصوصا فيتامين سي، بيحتوي على مضادات للاكسدة، بنشط عنا، مهم هو والكركم من اهم الشغلات اللي بنشط عنا الكولاجين في البشرة. طبعا لما نتنشط افراز الكولاجين في البشرة هذا بيعطينا نظرة شبابية، بيعطي حيوية للوجه، وهو كتير ممتاز. يعني حتى على طول تبين بشرتك بتلمع كتير حلوة، شبابية ومشدودة اكتر. طبعا الليمون لا غنى عنه للبشرة الشبابية او البشرة اللي احنا محتاجين نصل لها، في اغلب الماسكات راح تلاقوه موجود. محتاجين معلقة صغيرة من الليمون، راح نحط المكونات ونبدأ نعملهم ميكس، نخلطهم مع بعض. طبعا اللي حيستخدم حليب سائل ما راح يكون محتاج انه يضيف اي شيء، بس انا لانه استخدمت حليب بودر راح احتاج
مية عادية ممكن نستخدم، بنضيف كمية معلقة أو معلقتين لحد ما يصير عندنا الخليط متماسك أو مثل العجين يعني نقول، أو حتى نقدر نفرده. طبعا هاي الخليط صار عندنا متماسك، اهم شيء يكون كتير متماسك مع بعضه لحتى نقدر نفرده. طبعا هلا راح نبدا نفرده على ايدينا، راح نطبق هالماسك مع بعض. طبعا الكركم يعني اكثر الناس مشهورين فيه، او هو بهار بقول عنه هندي، اكثر الناس بيستخدموه لوصفات البياض والشي الهنود، وكل العالم هلا ماشي على نفس النظام لانه كتير بفتح البشره وبيعطي جمال كتير طبيعي للبشره. طبعا هيك انا فردته على ايدي، حستناه لحتى يجف، وحفرد على ايدي الثانيه هلا واستناهم لحتى يجفوا، واغسل ايدي وارجع لكم ان شاء الله. رجعت لكم بعد ما غسلت ايدي من الماسك. طبعا مثل ما حكيت بنستنى يجف تماما وبعدين بنغسله بمية باردة بنتخلص منه. راح يعطينا بعد هيك راح نلاحظ ايدينا قديش ناعمة قديش حلوة، وفي تفتيح كتير حلو فيها، يعني لون البشرة راح تلاحظي فيه كتير تفتيح، وإذا في حروق في إيدك راح تخف كتير. وإن شاء الله إذا وضبتي على هذا الماسك إنه خلال فترة إذا في أي تجاعيد، أو أنت مثلا ست كبير وبدأ يبين عندك تجاعيد راح تلاحظي إنها بتخف، وإذا أنت صبية راح إن شاء الله يأخر عندك ظهور التجاعيد في إيديكي. طبعا لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات اذا عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا تحطوا لي لايك واكتبوا لي في التعليقات شو النتيجة طلعت معكم، وكمان اذا في عندكم اي فكرة لماسك او اي سؤال ياريت تحكوا لي اياه، او اي استفسار راح ارد عليكم ان شاء الله. بالفيديوهات الجاية راح اجاوبكم على اي سؤال راح تسألوني اياه. يعطيكم العافية واشوفكم على خير، سلام. Thank you.